هوا بهالبلد، اه يا هوا عهالبلد، اه يا هوا ليالينا، اه يا هوا بهالبلد، اه يا هوا عهالبلد، اه يا هوا ليالينا، هاي واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من هوا ليالينا. منرحب فيكم وين ما كنتوا عم تسمعونا بكافه المناطق اللبنانيه. رح رفقكم انا وماري لمده 20 دقيقه من الوقت نخبركم عن اخر النشاطات الثقافيه والاجتماعيه والمهرجانات اللي بدها تصير بلبنان او اللي صارت. هاي ماري. هاي ريتشي، كيفك اليوم؟ ماشي الحال. بتعرف دغري قبل ما يعني بدي احيي المستمعين، بس قبل كانه يعني الاسبوع الماضي حلقتنا يعني كانه امبارح، تتشوف قد الوقت بيركض بسرعه. صح. عن جد. صحيح، بس مالوريزمون الويك اند شو سريع كتير، اسرع من الجمعه. ايه طبعا. لانه بدنا نرتاح، بدنا وقت اكثر بيقطع بسرعه. على كل إن انا كمان بدوري بدي رحب بكل المستمعين واتمنى لكم اوقات حلوه برفقتنا. قبل ما نبلش بحلقتنا ريتشي، هذا الاسبوع في كتير مناسبات، بيناتها نهار الجمعه ب 21 شهر اكيد يوم عيد الاب، لازم نعيد كل الاباء اكيد، نتمنى لهم طول العمر ويضلهم بصحتهم، لبي اكيد بعيد ولبي كريتشي انا بدوري كمان بعيد، بعيد البابا طبعا وبعيد كل الاباء اكيد بنعيدهم. وطبعا نهار الجمعه هو بيكون بدايه فصل الصيف كمان، يعني نحن حاسين بالصيفيه ابتدت، ولكن هيك رسميا 21 حزيران هو اول يوم بفصل الصيف، واكيد ان شاء الله يا رب تكون هالصيفيه صيفيه كتير حلوه على اللبنانيه وعلى لبنان، ويعني بتكون كل المهرجانات اللي عم نحكي عنها واللي رح تصير بلبنان عن جد هي مهرجانات ناجحه وعم تستقطب أكبر عدد من اللبنانية ومن حتى من السواح. أنا كمان بدوري بدون صوتك، صوتي لصوتك ماري، أكيد بدي عيد بيك طبعا الله يخليك. أكيد 21 حزيران مش بس عيد الأب ولا بداية الصيف، كمان هو بكون مهرجان الموسيقى. مزبوط، مثل ما بنعرف هذا تقليد سنوي تعودنا عليه كل سنة ب 21 حزيران. صحيح، وفي كتير ريتشي من المناطق بيبتدوا مهرجاناتهم بهذا النهار، مثل مهرجان بلونة يلي دائما بيبتدي أول يوم من فصل الصيف ب 21 حزيران، وخصيصا لأنه هو نهار عيد الموسيقى. بقى كمان تحية لكل اللي عم بيشتغلوا أو عم بيحضروا لمهرجان بلونة، كمان بركي الأسبوع الماضي نتحدث لقلهم هيك، بنقدر الأسبوع اللي جاي عفوا نحكي معهم ونشوف كمان كيف كانت المهرجانات وكيف كانت الأجواء ببلونة طبعا. وحلو حلو ماري أنه المهرجانات ما بتقتصر بس على بعلبك وبيت الدين والزوق، على يمكن تقريبا كافة المناطق. صحيح. اللبنانية الكبيرة فينا نقول، يمكن ما في إلا يعني ما عم نقدر نضوي عليها كتير أو هن. صح. ما كتير عم بيقدروا ينحكى فيها بالوسائل الإعلامية، ولكن نحن يمكن لأنه نكون قاعدين بالمنطقة المعينة بنقدر نعرف أنه هالمنطقة هيدا الأسبوع هي عاملة مهرجان بيستمر 3-4 أيام، بيبقى في عندهم نشاطات كتيرة. صح. بقى منقلهم يعطيهم ألف عافية، وإذا بيحبوا أنه نحكي عن هالمهرجانات حتى لو صارت يمكن من كم يوم أو الأسبوع الماضي، لأنه بنعرف انه في كتير ابتدوا الاسبوع الماضي، بنقدر نحن كمان نضوي عليهم وهيك بنخبر كل المستمعين انه بهالمنطقه عم بيصير في مهرجان، وهيك بتصير المنطقه مشهوره اكثر، بصيروا يعرفوا كمان كرمال السنه الجايه يعني انه في مهرجان بهالمنطقه. مزبوط. حتى الضيعة الصغيره ماري كمان بيعملوا مهرجانات يعني. مزبوط. هيدا الشيء الحلو بلبنان، يعني وين ما رحتي في شيء حفل او في شيء مهرجان، اجواء صيفيه بامتياز. مزبوط، مثل ما هلا رح يكون معنا كمان رئيس بلده حمينا رح يخبرنا اكثر عن مهرجان او يوم الكرز، هيك كمان نبتدي نحن حلقتنا اليوم لنحكي عن هالمهرجان. يا هوا ليالينا ماري، بتعرفي نحن هلا بموسم مهرجانات، يعني مهرجانات كتيرة بلبنان، مهرجانات صارت ومهرجانات بدها تصير من هلا لاخر الصيف. صح. من المهرجانات الحلوه اللي صارت الاسبوع الماضي او من يومين ثلاثه، مهرجان الكرز ببلده حمينه، او بالاحرى اسمه يوم الكرز. مهرجان كتير حلو ومميز، وبتعرفي منطقه حمينه يعني قد ما وصفناها ما منو فيها حقها. صح. منطقه بتجنن وكتير حلوه، مقصد للاستياف وللسواح بذات الوقت. أكيد.
كرمال نعرف أكثر عن يوم الكرز اللي صار أحد الماضي ب 16 حزيران بصرنا يكون معنا عبر الهاتف رئيس بلدية منطقة حمينة الأستاذ جورج شاهين تخبرنا أكثر عن برنامج المهرجان وشو صار تحديدا بهاليوم. أستاذ جورج مرحبا. أهلا أهلا وسهلا فيكم. أهلا. نحن منرحب فيك بإذاعة البلد. أهلا وسهلا. خبرنا شوي أول شيء عن يوم الكرز هالمهرجان الحلو والمميز كيف انطلق كيف كانت بدايته. أول زي بدأ أنا بحب أشكركم على اتصالكم فينا للإضاءة على حمانة ضيعة حمانة هاللي أنا بمثلها بصفتي رئيس بلدية حمانة. الشكر الجزيل لكم وللعاملين بالإذاعة. أهلا وسهلا فيك. على كل حال أنا المنطقة هم كتير عزيزة علي لأنه ولدت من فوق من حد حمينة ابن مريم بقى يعني بالنسبة لي حمينة وبمريم منطقتين كتير حلوين وبعرف قدر الصيفية فيهم حلوة. نحن وبمريم والتبيات وفلوغة والشبانية والقرية وبتخناي والقلعة كلنا نعتبر حالنا ضيعة. صحيح صحيح. نحن جغرافيتنا وحدة وانتمائنا واحد للأرض الطيبة الحلوة اللي معطاءة. نعم. مش بس صيفية حلوة كمان شتوية مريم. أكيد. منحب تزورونا بالشتي كمان. إن شاء الله أكيد ليش لا. أنا آخر مشوار لألي كانت بالشتوية. ومنحب أنكم تكرروه. نحن منوجه لكم دعوة من قبل أكيد. البلدية للجهاز كله. مرسي. تتفضلوا بسرطنا ونتعرف عليكم شخصيا كان صيفا أو شتاء تعتبروا حمانة ضيعتكم. أكيد لنا الشرف بسجور. في موضوع يوم الكرز بالطبع هو يوم تقليدي سنوي عنا. مش أول مرة بنقام يوم الكرز بشهر حزيران. نعم. وكنا دايما ما نقدر نحدد الوقت لأنه العوامل الطبيعية بتأثر كتير على زهر الكرز وعلى حب الكرز وعلى الكرز وقت يكون مستوي على أمه. نعم. ولكن السنة هي من السنين العجاف مثل ما بقولوا معودين عليها. رغم وفرت إنتاج منتوج الكرز السنة الفات المدت السنة كان عندنا شح بالإنتاج بسبب العوامل الطبيعية ولكن رغم هذا وكله قدرنا نزلنا محاصيل بس بأسف أقول أنه ما كفت الطلب لأنه بسبب شهرة يوم الكرز بحمانة صار مقصود من كل الأرجاء اللبنانية وهذا ما شاهدناه على الأرض. نعم. كان يوم مميز يوم محبة وأخوة يوم جمع اللبنانيين كلهم على أرض طيبة هي أرض حمانة المعطاءة. نعم. وتواصلت العالم ببعضها وفرحتنا كانت كبيرة أنه في ناس بسبب أعمالهم وأشغالهم بيزوروا حمانة قليل بهاليوم هذا رجعوا طلعوا أولاد الضيعة كلهم على الضيعة ليشاركونا فرحتنا. بالنسبة لنا كان عرس هذا اليوم. نعم. حلو كتير. أستاذ جورج هو بيضل النهار واحد ولا بيستمر مثلا كل الويك أند والأسبوع هيدا يعني كمان بيستمر؟ لا نحن ذكرى هالكرز هي عنا يوم الكرز ولكن حمانة صار لها من وقت عهد الأستاذ حبيب رزق اللي أنا خلفته بالرئاسة البلدية. نعم. وهو كان رئيس لبلدية حمانة لست سنين متتالية. وأنا هلأ انتقلت السلطة إلي. هو كان الشخص اللي أطلق حمانة من خلال مهرجان صيفي وكان يدوم مرة دام أسبوع متواصل ومرتين دام أربعة أيام. نعم. هذا المهرجان هو يقام عادة بأكثر شيء بشهر آب ولكن صرنا عم نواجه صعوبات بهالمهرجان هي ناتجة عن شيئين. أول شيء تزامن شهر رمضان الكريم خلال الصيف الأشهر هيدي اللي كان فيها المهرجان. نعم. ما صار عنا استياف خليجي. نحن صرنا ثلاث سنين ما عنا استياف بالشبال اتكلنا على الاستياف اللبناني والحمد لله بنشكره انه بعد في ناس بتفضل استياف بحمانة على محل ثاني ولكن ما عاد في الضغط والقوة للمهرجان
يمكن بيقوا يوم واحد وثلاثة بيكون عادي. بتعرفي اللبنانية يعني عندهم أشغالهم، عندهم عائلاتهم، عندهم ارتباطاتهم. فرق المصطفى الخليجي جاي يمضي وقته بحمانة، صحيح، وكنا نلفت أنظار المصطفين اللي بحمدون بعلي بفلوغة بشبانية بإرنايل برأس الماء بكل ضياع الاستياف، وكانت محطة لقاء لهم يجوا يمضوا هالأسبوع أو هالأربعة أيام معنا، يفرحوا معنا ويتمتعوا بحمانة وبالأعمال اللي عم نقول فيها. طبعا لأنه كانت البرامج متعددة، في شيء خاص بالأطفال، في شيء خاص بالأولاد، وفي أشياء خاصة بالكبار. نعم. كنا نستضيف مسرحيات وفرق غنائية، وبتعرفي مثل كل المهرجانات اللي بتقوم بالضياع اللبنانية. أكيد. ولكن نحن السنة بالحقيقة راح نعود عن المهرجان بليلتين أو ثلاثة متفرقين خلال أيام الصيف، سهرات بسوق حمانة. طبعا رح نعلن عنها مسبقا، ونتمنى على الجميع يشاركونا بهالسهرات اللي رح نقوم فيها. طيب استاذ شاهين، عرفنا البرنامج يوم الكرز هيدا الاحد كان بيتضمن معرض صور لمنطقه حمانه، وكان في نشاطات بيئيه ونشاطات للاولاد، وكان في الدبكه التقليديه. خبرنا هيك اكثر تفاصيل عن برنامج المهرجان، كيف كان الاقبال؟ برنامج المهرجان هو قمنا فيه بالمشاركه مع سوق الطيب. نعم. هيدي اول نقطه، ونحن متعودين على التعاون معهم، صرنا من فترة 5 سنين وجاي. ثانيا كان في عنا معرض فوتوغرافي بتقوم فيه الأخت هند بوعساف، اللي هي متخصصة في فوتوغرافية حمانة وفوتوغرافية البلدية مثل ما بيقولوا، هي عضو معنا بالمجلس البلدي وما بتوفر جهد إلا لتنقل صورة حمانة للخارج. كان في عنا نحن شيء مميز عن المهرجانات الثانية وهاللي عم نعطيها اهتمام كتير، هي السياحة البيئية. لأن نحن في عنا مكتب التنمية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومقاطعة برشلونة بإسبانيا، عم ننمي السياحة البيئية عنا، ونقلنا السياحة من الجبل لموقع الاحتفال. صار في ربال على الحيطان وما شابه اللي بيقوموا فيها لو كانوا بالجبل. كان في عنا مشاركين من أطفال وشباب بدبكة لبنانية، اللي هي طبعا خلقت البهجة والفرح بين الحاضرين. والسنة كان عنا شيء مميز لأنه نقلنا موقع يوم الكرز من السوق القديم إلى السوق التحتاني بسموه عنا، لأنه نحن السوق القديم بفضل صندوق التنمية الكويتي قدم لنا ما قيمته بحدود $2 مليون بنية تحتية وطرقات وكل ما يلزم هذا المشروع، ونحن هلأ سيرين في، وصلنا بآخر مراحل، وهلأ عم نبلط كل الشوارع والساحات القديمة بلاط البازلت. نعم. بعد مش جاهز وما رح يجهز بالصيف، يمكن يجهز بآخر الصيف. نقلنا الاحتفال لمحل تاني، وبالحقيقة اكتشفنا انه كمان بنقدر نستعمل الحي التحتاني، نحن بنسميه السوق التحتاني، نقدر نستعمله كمان لغير ايام مناسبات احتفالية. نعم. او شيء، لانه السوق مستقيم ما في لا تعرجات ولا طلعات ولا مناسب فيه. يعني الإناء إنه كتير مناسب. نعم. وطبعا رح نحييه كل سنة، خصص له كمان يوم أو يومين حتى نقوم فيه باحتفالات صيفية. نعم. أستاذ جورج، إذا نحكي شوي عن الحضور يلي كان، مين من السياسية أو الوجوه يعني الاجتماعية كانوا موجودين بالمهرجان أو بهالنهار؟ احنا بالحقيقة وجهنا دعوات اللي منوجهها كل سنة، ما منستثني حدا. نعم. ولكن في ناس قدرت تلبت الدعوة، في ناس ما قدرت تلبت الدعوة،
القدر لبى الدعوة طبعا اعتذر عن العذور. الحضور السياسي كان مشكل من جميع الأطراف، الحضور الاجتماعي كان كمان من كل الأطراف، من سلك قضائي وسلك وظيفي وقيادات الرسمية وما شبهها. نعم. الحضور كان من كل القطاعات ومن كل الأطراف ومن كل النقابات. نحن أستاذ شاهين منحييكم على النشاط اللي بتعملوه كل عام، وإن شاء الله تضلكم هيك تعكسوا صورة لبنان الحلوة وصورة حمينا الحلوة للعالم، حتى مش بس للبنانية. نحن بالحقيقة وقت اللي بنعكس صورة حمينا للخارج هذا واجبنا. أول شيء واجباتنا نحن أهل حمينا كمان أنه نظهر صورة حمينا الحلوة للخارج، لأن هذه بتكون مفيدة لنا كل يوم عن يوم. عم بيزيد الحضور عنا بحمانة وبتصفي كلمة حمانة بعقلهم، وبتصفي مقصد لناس كتير لتعرف شو هي حمانة. ونحن هون مهيئين الأجواء لاستقبال كل القادمين من الداخل ومن الخارج. بنهاية حديثنا أستاذ جورج شاهين، شكرا لوجودك معنا ويعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله بتضلوا بهيدي الهمة. أنا بشكركم كتير وبعيد الشكر لجهاز الوظيفي الكامل وللإدارة، والله يعطيكم ألف عافية ويقويكم، وإن شاء الله تقدروا تضووا على كل الضياع الحماني اللبناني. شكرا لك. شكرا لك أستاذ جورج. شكراً. باي باي. ونحن بدورنا بدنا نحيي كل أهالي حمينة، وأنا بدي وجه تحية للزميل والصديق العزيز عقلبي كمان هم منطقة حمينة ربيع ماهر. حلقتنا لليوم انتهت، نتمنى تكونوا امضيتوا معنا اوقات حلوه. عم نحكي عن الاجواء الصيفيه، عن عيد الاب، وحتى عن المهرجانات يلي رح بتصير. ريتشي، قبل ما نختم حلقتنا بنحب نخبر المستمعين انه نهار الخميس ب20 حزيران في ايفنت كتير حلو لسوني ورامي عياش. بتخبرنا اكثر تفاصيل انت؟ عطول ماري رامي عياش معودنا على المفاجآت، والمفاجأة المحضرة هاي الجمعة هو تعيين سفير بشرق الأوسط لماركة سوني. رح يكون في مؤتمر صحفي أكيد داعيين عليه أهل الصحافة والإعلام، مثل ما قلت ماري، الخميس ب20 حزيران الساعة 4 بعد الظهر رح يكون بفيرجن ميجا ستور، ورح يعلنوا خلاله شراكة اللي بدها تصير مع بين البوب ستار رامي عياش أو شركة عياش مانجمنت وشركة سوني. نحن من وجه تحية لرامي عياش ونتمنى له كل التوفيق بهالخطوة المميزة. طبعا أكيد تغطية هذا الإيفنت رح بتكون موجودة كمان بمجلة ليالينا طبعا، وعلى الويب سايت ليالينا.mag.com ليعرفوا التفاصيل أكثر، هيك تفاصيل الخبر وحتى أجواء الإيفنت وصور رامي بالفيرجن ميجاستور يلي مثل ما قلنا رح يصير الإيفنت هونيك بوسط بيروت. صحيح. أنا بدوري بدي ودع كل المستمعين على أمل نتلاقى جمعة الجاي بذات الموعد. من هلأ لوقتها بنتمنى لكم أوقات مسلية برفقة باقي برامج هوا البلد. وأنا بدوري كمان بدي ودعكم على أمل التقى فيكم الأسبوع الجاي. من هلأ لوقتها تمضوا، إن شاء الله بتمضوا أوقات حلو برفقتنا، ومرة جديدة بونفات أتولي بابا. باي باي.